المشكلة العميقة هي أن في الاقتصاد الموريتاني هناك هيمنة على السلع وعلى السلع الاستراتيجية اللي أساسية للمواطن اللي تدخل في حياته تصب بالحياة اليومية كيتبارو والسكر والزيت والألبان إلى آخره. إذن هذا هو اللي حدها مكافح الأسعار من ناحية الاستراتيجية ولا ينفذ العمق يعود يعرف إن بنية الاقتصاد الموريتاني هذه بنية احتكارية. إذن هي بنية الضعيف فيها هو المستهلك والقوي فيها هم المقاولين والله التجار اللي مسيطرين مهيمنين على التوري. الدولة الموريتانية انتشرت حتى 1983 وراها قبلت نهج ليبرالي وعادت مكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انهم يدخلوا في سياسه ويفرضوا عليها لانها تعود ليبراليه معناها هنا تعود ما تدخل الدوله محرم عليها تتدخل في آلية الأسعار.